شمابو وبرو روحو حيو قديشو حفلو شريرو امين. هذا الاحد هو احد بشارة العذراء مريم بالحبل الالهي، وعنوان الكلمة لهذا اليوم اسمنا الحقيقي. وقول الملاك: وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. صباح البشارة والسلام عبر ملاك الرب ليبشر العذراء مريم بالحبل الإلهي، ومنها نحن أيضا نعيش تلك البشرى العظيمة. وسلام الملاك جبرائيل قوة الله بقوله لمريم: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام، المبشر بالخير، المخبر بالخلاص، القائل لصهيون: قد ملك إلهك. أيها الأحباء الكرام، ما أسعدنا وفرحنا في هذا الصباح المبارك، صباح البشرى والسلام، مجتمعين باسم الرب يسوع وحول مائدته المقدسة والذبيحة الإلهية، وأحد بشارة الملاك للعذراء مريم بالحبل الإلهي. وهذا الأحد هو الرابع من سلسلة الآحادات التي تسبق الميلاد المجيد. وللتنويه أن هذا هو أحد البشارة، ليس هو عيد البشارة، حيث أن عيد البشارة يحتفل به في 25 من شهر آذار، وإذا حسبنا 9 أشهر من هذا التاريخ، أي من 25 آذار، يأتي عيد الميلاد المجيد في 25 من شهر كانون الأول، أي 9 أشهر. أما اليوم فهو أحد البشارة، وذلك كترتيب كنسي طقسي للتهيئة لاستقبال عيد الميلاد المجيد. وما أجمل ما علمتنا إياه الكنيسة المقدسة السلام الملائكي في ختام صلواتنا، تحية وإكراما للقديسة العذراء مريم، ولكي يعلم الجميع أن هذه الصلاة وهذا السلام مستنبط ومقتبس مما فاها به الملاك وهو يبلغ رسالة السلام والبشرى العظيمة للعذراء مريم بالحبل الإلهي، بالإضافة إلى أقوال نبوية وما قالته إليصابات: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. وما رأته الكنيسة في العذراء مريم شفيعة في طلب الشفاعة من ابنها الحبيب، وخاصة طلب المعونة في ساعة فراق الإنسان المؤمن لهذه الحياة. والآن نتأمل في العنوان الذي اتخذناه مدخلا لهذه الذكرى العظيمة والعطرة، بشارة العذراء بقول الملاك لها: ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. العنوان: اسمنا الحقيقي. نبدأ أولا باسم يسوع المعلم الإلهي الذي حمل في اسمه رسالته للبشرية كلها،
الله يخلص، كاشفاً حضوره الدائم معنا من خلال اسمه الآخر وعلى لسان الملاك في بشارته للعذراء مريم: الرب معك. لندرك نحن أيضاً بدورنا أن الله معنا عمانوئيل. هذا الاسم يجعلنا أن نكتشف الحب الحقيقي بأبوته الأبدية لنا دون منازع. ذاك الذي يبحر بحبه حتى الأعماق ليلتقينا بروحه في رحم وجودنا في أبوته الملموسة، ويلدنا بالكلمة إلى الحياة الجديدة في جسد مريم أمنا جميعاً التي منها تجسد. ثم اسم مريم، مريم الأم البتول ومعناها المتعارف عليه المحبوبة أو نقطة مياه البحر، لكن اسمها الجديد الممتلئة نعمة عندما بشرها الملاك بحلول الكلمة في أحشائها، أضاف إلى صفاتها البشرية المعروفة ومنها التواضع لا الضعّ، صفة الطاعة لا العمياء المسيرة بل المدركة التمييز بين فكرها البشري وفكر الله من خلال حوارها مع الملاك المبشر: ها أنا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك. مكتشفة بذلك حقيقة رسالتها: وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. بامتلائها من حياته وصداقته التي ما بعدها صداقة، صدقته لا بل وثقت بكلمته وابتهجت بما كشفه الله لها لما تركته بشراه من فرح وسلام وقوة بداخلها. لا تخافي يا مريم، لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله. هذا الوعد الذي قواها ودفعها إلى إكمال المسيرة مع الله نحو عهد خلاصي جديد متجلي بكل الحب رغم كل تحديات العالم. من هذين الاسمين الكريمين، اسم يسوع واسم مريم، متأملين نحن بأسمائنا، بأسمائنا نحن اسمك واسمك واسمي، بما يحمل كل بمفرده من معان رائعة وعميقة تحمل فيها رسائل حياتية كثيرة. والآن ماذا أصبح اسمنا؟ إن كل أسمائنا توحدت بالاسم الحقيقي الموحد بالقول أنتم. من نحن؟ من نحن؟ كل المؤمنين الذين قبلوا يسوع أصبحوا أبناء بالمسيح يسوع، ولدوا من الله، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. تبنانا بيسوع إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. بهذا الامتياز أبناء للمسيح نلنا كل البركات الروحية. يا مباركي أبي، نصبح قديسين لأنه هو قدوس، لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. افتدينا بدم يسوع فكان لنا فيه الفداء بدمه. وماذا بعد؟ يا أبناء النور، أبناء الله، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إنه لا يخشى أن يكون معه شركاء في الميراث،
لأن ميراثه لا ينقص إن ناله كثيرون، بل يصير الوارثون أنفسهم ميراثا له، ويصير هو بدوره ميراثهم. إن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. اسمعوا يا إخواني وأخواتي الأحبة الكرام، بأية وسيلة صرنا ميراثه؟ الرب قال له: أنت ابني وأنت اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك. وبأي وسيلة يصير هو ميراثنا؟ يقول في المزامير: الرب نصيب قسمتي وكأسي، أي صار هو الميراث أيضا. نعم نعم، لنقتنيه وليقتنينا، ليقتنينا بكونه الرب، ولنقتنيه بكونه الخلاص والنور. وماذا وماذا يعطي للذين يقبلونه؟ أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، كي يلتصقوا بالخشب ويعبروا البحر. إذن لنجتهد دائما بغيرة عظيمة وقادة، كي نحافظ على صورة البنوة التي انطبعت علينا في العماد المقدس، بتطابق إرادتنا مع إرادة الله الكاملة الصالحة في البر وقداسة الحق. إذن هنيئا لكم البشرى العظيمة، هنيئا لكم الاسم الموحد أبناء بالمسيح يسوع، أبناء الله، أبناء النور، خاصة يسوع أبناء الملكوت. ليحفظكم الرب هكذا بسلامه بمحبته، متمتعين بالنعم والبركات المحفوظة للمؤمنين باسمه. تهانينا تهانينا لكل من تسمى باسم بشار، بشرى، بشير، بشارة، وكذلك باسم العذراء مريم، مريم وميري. والنعمة تشمل جميعكم دائما وأبدا. آمين.